هل عندكما مائدة محجوزة؟ نعم، حجزناها باسم شكري. السيد شكري؟ اثنان أليس كذلك؟ بلى. تفضلا، هذه مائدتكما. شكرا. سأحضر القائمة حالا. كم أنا جائع، سأكل كل ما في القائمة. أنت تبالغ يا أمين كالعادة، ماذا ستطلب؟ لا أدري بالضبط، كل هذا يبدو شهيا. هل اخترتما؟ لا، لم نختر بعد. لا غرابة. لماذا؟ لأن كل ما عندنا شهي ولذيذ. هل هذا صحيح؟ كما تسمع، يمكن أن تذوق حمصا أو كباب السمك بالكمون أو كفتة. عندنا تبولة أيضا ودجاج. هل الدجاج بالتوابل حار؟ هو حار قليلا ولكنه لذيذ جدا. أريد دجاجا مشويا بالتوابل وفلافل وكباب السمك. هل ستأكل كل هذا يا أمين؟ نعم، وقليلا من الخبز والطحينة. ولكن هذا كثير. لا عليك، أنا جائع. طيب، على خاطرك. وماذا للسيد؟ سلطة باذنجان بالكزبرة. هل تريد شيئا آخر؟ فلافل بالخضروات فقط؟ نعم شكرا. وجبتان خفيفتان. ماذا تعني؟ لا شيء يا سيدي، لا شيء. وماذا تشربان؟ ماء. وأنا عصيرا. لا تأكل بسرعة يا أمين، كل شيئا فشيئا. هل ترغبان في فاكهة أو حلوى؟ نعم، أود أن أذوق التفاحة بماء الورد. وأنت يا أمين ألا تريد حلوى؟ كلا شكرا، لا أريد شيئا، أنا شبعان. من قال؟ سأكل كل ما في القائمة. كاتب مشهور دون شك. ألا تريد قليلا من هذه التفاحة؟ مذاقها طيب. كلا، أنا في حمية. منذ متى؟ منذ الآن. هل عندكما مائدة محجوزة؟ هل عندكما مائدة محجوزة؟ نعم، حجزناها باسم شكري. نعم، حجزناها باسم شكري. سأحضر القائمة حالاً. سأحضر القائمة حالا. كم أنا جائع، سأكل كل ما في القائمة. كم أنا جائع، سأكل كل ما في القائمة. أنت تبالغ يا أمين كالعادة. أنت تبالغ يا أمين كالعادة. يمكن أن تذوق حمصا أو كباب السمك بالكمون أو كفتة. يمكن أن تذوق حمصا أو كباب السمك بالكمون أو كفتة. هل الدجاج بالتوابل حار؟ هل الدجاج بالتوابل حار؟ أريد دجاجا مشويا بالتوابل وفلافل وكباب السمك. أريد دجاجا مشويا بالتوابل وفلافل وكباب السمك. ولكن هذا كثير. ولكن هذا كثير. هل تريد شيئا آخر؟ هل تريد شيئا آخر؟ وجبتان خفيفتان. وجبتان خفيفتان. لا تأكل بسرعة يا أمين، كل شيئا فشيئا. لا تأكل بسرعة يا أمين، كل شيئا فشيئا. هل ترغبان في فاكهة أو حلوى؟
هل ترغبان في فاكهة أو حلوى؟ أود أن أذوق التفاح بماء الورد. أود أن أذوق التفاح بماء الورد. ألا تريد قليلا من هذه التفاحة؟ مذاقها طيب. ألا تريد قليلا من هذه التفاحة؟ مذاقها طيب. أنا في حمية. أنا في حمية.